تصريحات دولية عديدة من أي هجوم عسكري للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، يعد بمثابة تهديد لحياة المدنيين ويؤثر بشكل سلبي على جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة تعارض أي هجوم عسكري تركي يزعزع الاستقرار في سوريا، مضيفاً أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديد من تأثير مثل هذه الهجمات على جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي وضرورة وقفها بشكل فوري. من جانبها عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن قلق بلادها إزاء الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال التركي ضد مواقع في سوريا والعراق، داعية أنقرة إلى ضبط النفس. بدوره قال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرانتيف إن بلاده تدعو تركيا إلى الامتناع عن استخدام القوى العسكرية المفرطة بالشمال السوري، مشدداً على ضرورة البحث عن حل سلمي للقضية الكردية في سوريا، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أنهم يعملون مع شركائهم لإيجاد حل للصراع. وتأتي تصريحات بعد تنفيذ الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي هجمات على عدة مناطق بشمال وشرق سوريا ارتكبت خلالها مجزرة في ريف مدينة المالكية راح ضحيتها 11 مدنياً.